بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم. لقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 19. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ضيف اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في مطلع لقائنا نرحب بضيفنا الكريم، فحياكم الله شيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ثم قال الله سبحانه في تمام خبر المنافقين: كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا. ثم مضى رحمه الله في مباحث لغوية قد لا تفيد السامع غير متخصص كثيرا. نعم، هو بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. من عادة الشيخ رحمه الله لغزارة علمه أنه يدخل في مباحث تعترض في طريقه فلا يتركها بل يفصلها، ولكن هذه قد لا يستفيد منها إلا المتخصصون. وأما عامة الناس والمبتدئون في طلب العلم فقد لا يستفيدون من هذه المباحث، فلذلك نحن نتجاوزها. نعم، أحسن الله إليكم. قال بعد ذلك: أما قوله فاستمتعوا بخلاقهم، ففي تفسير عبد الرزاق عن معمر عن الحسن في قوله فاستمتعوا بخلاقهم قال بدينهم، ويروى ذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه، وروي عن ابن عباس أي بنصيبهم من الآخرة في الدنيا. نعم، وقوله تعالى فاستمتعوا بخلاقكم، فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم. الخلاق فيه معنيان، قيل معناه دين، الخلاق هو الدين، وقيل معناه النصيب كما في قوله تعالى وما له في الآخرة من خلاق، يعني من نصيب. وكلا المعنيين حق، فإن الأولين من الكفار والمنافقين استمتعوا بدينهم أو بنصيبهم من هذه الدنيا، فهؤلاء استغلوا الدين لمصالحهم. أهل النفاق أظهروا الإيمان وأظهروا الدين ليستمتعوا به في الدنيا ويسلموا من القتل والتشريد، لأنهم لو صرحوا بكفرهم لنالهم ما ينال الكفار الأصليين، فهم بدلا من ذلك لجأوا إلى الخديعة لأجل أن يستمتعوا بهذه الخديعة. والنصيب كذلك، فالدين هو نصيب الإنسان من الدنيا والآخرة، فالمعنيان لا يتغيران. نعم. قال: والآية تعم ما ذكره العلماء جميعهم. إيه؟ نعم، جميعهم، الذين قالوا إنه الدين والذين قالوا إنه النصيب، فالآية تعمه، وأن الكفار والمنافقون الأولون استمتعوا بدينهم أو بنصيبهم في هذه الدنيا، فهؤلاء المنافقون مثلهم، استمتعوا بخلاقهم ونصيبهم ودينهم في هذه الدنيا. نعم. وذكر قوله تعالى ما له في الآخرة من خلاق، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما يلبس الحرير من لا خلاق له في الآخرة، يعني نصيب. نعم. قال: فإن والآية تعم ما ذكره العلماء جميعهم، فإن الله سبحانه قال: كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا، فتلك القوة التي كانت فيهم كانوا يستطيعون أن يعملوا بها للدنيا والآخرة، وكذلك أموالهم وأولادهم، وتلك هي الخلاق. نعم، هذا إذا فسر الخلاق بالنصيب من الدنيا. أي نعم، فالدنيا هي نصيب أعطاه الله لمن يشاء من عباده،
فمن الناس وهم الموفقون من استعملوا ما أعطاهم الله في الدنيا واستعانوا به على طاعة الله فكان زادا لهم إلى الآخرة. ومن الناس من استمتع به عاجلا ونسي الآخرة وهم المنافقون الذين انشغلوا بالملذات والمشتهيات وتركوا العمل للآخرة. فالاستمتاع على قسمين: استمتاع حسن واستمتاع سيء. استمتاع الحسن الذي يستعين بما أعطاه الله من الدنيا على عمل الآخرة، والاستمتاع السيء هو الذي يستمتع به عاجلا وينسى الآخرة. نعم. قال: فاستمتعوا بقوتهم وأموالهم وأولادهم في الدنيا، ونفس الأعمال التي عملوها بهذه القوة والأموال هي دينهم، وتلك الأعمال لو أرادوا بها الله والدار الآخرة لكان لهم ثواب في الآخرة عليها. نعم. فهؤلاء قصر نظرهم على الدنيا فنالوا الدنيا، ولكن الدنيا فانية. وأما المؤمنون فإنهم نظروا إلى الآخرة فاستعانوا بقوتهم وما أعطاهم الله من المال، استعانوا به على الأعمال الصالحة، فكان نصيبهم في الدنيا والآخرة لهم مستمرا. نعم. قال: فتمتعهم بها أخذ حظوظهم العاجلة بها، فدخل في هذا من لم يعمل إلا لدنياه، سواء كان جنس العمل من العبادات أو غيرها. من لم يعمل إلا لدنياه، سواء استمتع بأمواله وشهواته في الدنيا ولم يستعملها للآخرة، أو أنه أراد الدنيا بعمل الآخرة، وهذا أشد. فالذي يستمتع بالملذات والمشتهيات والمحرمات وإن كان مجرما وضارا لنفسه، لكنه أخف من الذي يختل الدنيا بالدين، الذي يعمل الأعمال مثل المنافقين، فإنهم يعملون العبادات لا لأجل الثواب والأجر، وإنما لأجل نيل الدنيا والعيش فيها. ولهذا قال تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها يوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، سماه عبدا لهذا المال، إن أعطي رضي وإن لم يعطى سخط، لم يرضى، لم يرضى. مين؟ قال رحمه الله: ثم قال سبحانه: فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا. وفي الذي وجهان: قيل كالخوض الذي خاضوه، وقيل أي كالذين خاضوا. وجمع سبحانه بين الاستمتاع بالخلاق وبين الخوض، لأن فساد الدين إما أن يقع بالاعتقاد الباطل والتكلم به، أو يقع في العمل بخلاف الاعتقاد الحق، والأول هو البدع والثاني فسق الأعمال. نعم. الخوض على قسمين: خضتم كالذي خاضوا، أي خوضا كالذي خاضوا، فيكون صفة للمصدر. نعم. أو أن الذي بمعنى الذين، وخضتم كالذي أي كالذين خاضوا من قبلكم. والخوض على قسمين: خوض في العقيدة وخوض في الشهوات. خوض في العقيدة ويسمى الشبهات، وخوض في الملذات والمشتهيات، وهذا يسمى بالشهوات. فالذين من قبلنا خاضوا الخوضين: خاضوا في عقيدتهم فصار منهم الكفار والفساق والمبتدعة، وخاضوا أيضا في أموالهم وشهواتهم فصاروا فساقا فسقا عمليا، لأن الفسق على قسمين: فسق اعتقادي وفسق عملي. نعم. والخوض كذلك: خوض اعتقادي كالذين يخوضون في مسائل العقيدة كالمعتزلة والجهمية والأشاعرة وغيرهم ممن خاضوا في أمور العقيدة، وما كان لهم ذلك، الواجب أن يستسلموا ويسلموا لما جاء عن الله ورسوله في أمور العقيدة دون تدخل بأفكارهم وأهوائهم وخوضهم، ولم يتوصلوا إلى شيء، تعبوا ولم يتوصلوا إلى شيء، في حين أنهم لو سلموا
وقبلوا ما جاء عن الله ورسوله ولم يتدخلوا لكان هذا أسلم لهم وأحسن عاقبة، كما فعل أهل السنة والجماعة. هؤلاء خاضوا في العقيدة، خاضوا في العقيدة، فهذا خوض الشبهات والعياذ بالله، وهذا أشد. والفساق وأصحاب الملذات خاضوا في الشهوات، في الأعمال، في الأعمال المحرمة والشهوات المحرمة، وأعطوا نفوسهم ما تشتهي، فهذا خوض عملي ليس اعتقاديا، وهو أخف، وصاحبه يسمى فاسقا، فسقا عمليا ينقص به إيمانه. نعم. قال: ولهذا كان السلف يقولون: احذروا من الناس صنفين، صاحب هوى قد فتنه هواه. وهذا هو الخوض في العقيدة، الذي يخوض في العقيدة هذا صاحب هوى، وصاحب دنيا أو صاحب دنيا أعمته دنيا، وهذا الخوض في الشهوات، صاحب دنيا استعمل دنياه لشهواته وملذاته ونسي الآخرة. نعم. وكانوا يقولون: احذروا فتنة العالم الفاجر والعابد الجاهل، فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون، فهذا يشبه المغضوب عليهم وهذا يشبه الضالين. نعم. وفتنة العابد هذه هي فتنة الضالين، العابد الجاهل الذين يعبدون الله على جهل وضلال. نعم. في مقدمتهم النصارى كما سبق. وفتنة العالم هذه المغضوب، فتنة المغضوب عليهم، وهم الذين أعطاهم الله العلم ولم يعملوا به، بل باعوه بثمن بخس، اشتروا به ثمنا قليلا، وهم اليهود ومن سار على نهجهم من علماء الضلال الذين لم يبينوا للناس وكتموا ما أنزله الله لأجل مصالحهم. نعم. قال رحمه الله: ووصف بعضهم أحمد بن حنبل فقال رحمه الله: عن الدنيا ما كان أصبره، وبالماضي ما كان أشبهه، أتته البدع فنفاها والدنيا فأباها. هذا الإمام أحمد رحمه الله أنه كان أشبه بالماضين من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين لهم. فكان الإمام أحمد ينزع إلى الصحابة والتابعين في سلوكه وأعماله ويقتدي بهم رحمه الله، وهذا في أمور العقيدة. في أمور الدنيا كان يصبر على دينه، ولهذا امتحن وضرب ولم يتنازل عن شيء من دينه، فصبر على دينه ولم يعطهم شيئا من التنازل أبدا، فهو جاءته الدنيا فأباها، يعني عرضت عليه الدنيا والوظائف ولكنه أباها، لأنه لا يريد طمع الدنيا. وأتته البدع فنفاها ولم يستسلم لها ويضعف أمامها، بل ثبت أمامها ثبات الجبال. نعم. قال: وقد وصف الله أئمة المتقين فقال: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون، فبالصبر تترك الشهوات وباليقين تدفع الشبهات. نعم. والله جل وعلا يقول: وجعلناهم أئمة يهدون وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا. نعم. لما صبروا، هذا هو السبب، صاروا أئمة بسببين. السبب الأول الصبر، أنهم صبروا عما حرم الله وأمسكوا أنفسهم عما حرم الله، وكانوا بآياتنا يوقنون، كانوا بآياتنا يوقنون، يعني يؤمنون بها ولا يشكون فيها. ولهذا يقول الشيخ في عبارة أخرى: بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. وهذا أخذا من هذه الآية: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فالصبر يمنع من الشهوات المحرمة، واليقين يمنع من الشبهات، يمنع من الدخول في الشبهات، ويصبر الإنسان على عقيدته. ومن هؤلاء الإمام أحمد رحمه الله كما سبق. نعم. فإنه صبر عن الشهوات وأيقن بما أخبر الله به
وما أمر به ونهى عنه، فلذلك ثبت عليه ولم يتنازل عن شيء منه. نعم. قال: ومنه قوله في سورة العصر: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. نعم، الذين آمنوا. الله جل وعلا قال في سورة العصر: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. فوصف الإنسان كله جميع أجناسه عربا وعجما وأحرارا وعبيدا وذكورا وإناثا وملوكا وصعاليك وأغنياء وفقراء بأنهم في خسار، إلا من اتصف بأربع صفات: الصفة الأولى الإيمان، الصفة الثانية العمل الصالح، الصفة الثالثة التواصي بالصبر، التواصي بالحق. التواصي بالحق، وهذا هو الأمر بالمعروف، هذا هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الصفة الرابعة الصبر على ما ينالهم في مقابل ذلك من الأذى والمشقة، إنهم يصبرون على ذلك. فمن اتصف بهذه الصفات الأربع فإنه ينجو من هذه الخسارة المحققة. والشاهد الأخير، الشاهد أنهم تواصوا بالصبر بالحق وتواصوا بالصبر، فهم ثبتوا على الحق وأمروا غيرهم بالثبات عليه، ونهوهم نهوا غيرهم عن العدول عن الحق، وأوصوا بالصبر، لأن الذي يأمر وينهى لا بد أن يتعرض لمشقة وأذى، كما قال لقمان لابنه: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. فالذي يأمر وينهى ويدعو إلى الله لا بد أن يقابل بالأذى وما يفعله نحوه الفساق والجهلة من القدح والذم أو النيل باليد أو حتى بالقتل. نعم، يصبر على ذلك. نعم. وقوله: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. أولي الأيدي يعني القوة، أولي الأيدي يعني القوة بالحق، والأبصار أي البصيرة النافذة، وهذا هو صلاح العقيدة. نعم. ومنه الحديث المرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب البصيرة الناقدة عند ورود الشبهات، ويحب العقل الكامل عند حلول الشهوات. نعم، الله يحب البصير الناقد عند حلول الشبهات، عند حلول الشبهات، الشبهات، فينقد الحق والباطل ويأخذ بالحق ويترك الباطل. ويحب العقل الكامل عند حلول الشهوات، والعقل الكامل عند ورود الشهوات. فالعاقل لا يقدم على الشهوات إذا كانت تفضي إلى عاقبة سيئة، بل ينظر إلى العواقب. نعم. ولا ينظر إلى الحاضر، ينظر إلى العاقبة والمآل. فإذا كان تناول الشهوات يعقب حسرة وندامة ترك هذه الشهوات، وإن كان فيها لذة عاجلة فهو يتركها خوفا من العقوبة العاجلة. نعم. هذا هو العاقل البصير. وأحزم الناس من لو مات من ظمأ لم يقرب الوردة حتى يعرف الصدر. نعم. هذا العاقل الحازم. نعم. فقوله سبحانه: فاستمتعتم بخلاقكم، إشارة إلى اتباع الشهوات وهو داء العصاة. نعم، فاستمتعتم بخلاقكم يعني بنصيبكم من الدنيا، ونسيتم العمل للآخرة، بل استغرقتم في الدنيا وملذاتها، وهذا طريق العصاة. نعم. الذين هم كالبهائم، إنما همهم ما يضعونه في بطونهم ويلبسونه على أبدانهم وظهورهم. نعم. وقوله: وخضتم كالذي خاضوا، إشارة إلى اتباع الشبهات وهو داء المبتدعة وأهل الأهواء والخصومات. فالعصاة اشتغلوا بالشهوات ونسوا العمل للآخرة. نعم. وأهل الأهواء، أهل الأهواء اشتغلوا بالشبهات وأفسدوا عقيدتهم، وكان الأمر العقيدة مبني على التسليم والانقياد، والعقائد توقيفية لا مدخل فيها للآراء والاجتهادات، بل هي توقيفية. فأولئك لم يقفوا عند الأوامر وفي العقيدة، بل إنهم أدخلوا عقولهم فيها، فلذلك نفوا أسماء الله وصفاته
هذا من جهة المعطلة، والمشبهة قاسوها على صفات المخلوقين لأنهم لا يعقلون منها إلا هذا، لا يعقلون من صفات الخالق إلا ما هو من صفات المخلوقين. فلذلك شبهوا الله بخلقه والعياذ بالله، أنهم لا يفرقون بين صفة الخالق وصفة المخلوق. هذا هو الخوض، هذا هو الخوض في العقيدة والشبهات. وكذلك المشركون وعباد القبور، فإنهم إنما وقعوا فيما وقعوا فيه لأنهم خاضوا في الشبهات. قيل لهم إن هؤلاء ينفعون ويضرون، وأنهم يجيبون من دعاهم، وأنهم يضرون من لم يخضع لهم، فاستجابوا لذلك وصاروا يدعون الأموات ويستغيثون بهم، فهم خاضوا في أهوائهم بدون سلطان ودليل من الله سبحانه وتعالى، وإنما اعتمدوا على القصص والحكايات والأحاديث المكذوبة والوعود الكاذبة أنه سيحصل لك كذا وتعطى كذا إلى آخره. فهؤلاء إنما في عقيدتهم مبنية على الهوى، عقيدتهم مبنية على الهوى، وأهل الحق عقيدتهم مبنية على الدليل والبرهان. نعم. قال: وكثيرا ما يجتمعان، يقصد أن الخلاق نصيب أهل الشهوات وداء العصاة، والخوض نصيب أهل الشبهات والأهواء. قال: كثيرا ما يجتمعان، فقل من تجد في اعتقاده فسادا إلا وهو ظاهر في عمله. نعم، يجتمعان الخوض في الشهوات والخوض في الشبهات. نعم. يجتمعان في الشخص الواحد، فكثيرا ممن يقعون في الشبهات يظهر هذا على أعمالهم، وأنهم يدخلون في الشهوات أيضا، وكذلك العكس، كثيرا من يستعملون الشهوات أنهم يقعون في الشبهات أيضا، فهما متلازمان، فتنة الشهوات وفتنة الشبهات متلازمتان والعياذ بالله، والسلامة من سلمه الله منهما. نعم. وقد دلت الآية على أن الذين كانوا من قبل استمتعوا وخاضوا، وهؤلاء فعلوا مثل أولئك. هذا هو التشبه، لأن موضوع الكتاب في اقتضاء الصلاة مخالفة أصحاب الجحيم. نعم. فأصحاب الجحيم خاضوا في عقيدتهم وخاضوا في شهواتهم الدنيوية. نعم. فكان في هذه الأمة من يفعل ذلك ويتشبه بهم، خضتم كالذي خاضوا، الكاف للتشبيه. نعم. فيكون من خاض في العقيدة فيه شبه من هؤلاء، ومن خاض في الشهوات فيه شبه من هؤلاء. نعم. قال: ثم قوله فاستمتعتم وقوله خضتم خبر عن وقوع ذلك في الماضي، وهو ذم لمن يفعله إلى يوم القيامة، كسائر ما أخبر الله به عن أعمال وصفات الكفار والمنافقين. استمتعوا وخاضوا أفعال ماضية. نعم. لكنها ليست للماضي المنقطع، وإنما هي مستمرة إلى أن تقوم الساعة. نعم. مستمرة، ما يقال إن هذه أفعال الأولين وانتهت، بل كل من فعل مثل فعلهم فإنه قد خاض كالذي خاضوا، واستمتع كالذي استمتعوا. فليست الآية في قوم مضوا وانقضوا، وإنما هي في كل من سار على هذا المنهج الذميم إلى أن تقوم الساعة، وإلا لم يكن للقرآن فائدة. حدثنا عن شيء مضى وانقضى ولا يمكن أن يعود، يصير ما له فائدة. القرآن إنما ذكر هذا لنا لأنه سيقع وسيتكرر، فنكون على حذر منه وعلى بصيرة منه. نعم. قال: فإنه ذم لمن يكون حاله حالهم إلى يوم القيامة. نعم. كما أن جميع الموجودين في وقت النبي صلى الله عليه وسلم وبعده إلى يوم القيامة مخاطبون بهذا الكلام، لأنه كلام الله، وإنما الرسول مبلغ عن الله، وهذا مذهب عامة المسلمين. خضتم فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم وخضتم، هذا خطاب للذين كانوا معاصرين لنزول الوحي. القرآن الكريم خطاب لهم، وهو يشمل كل من جاء بعدهم، يشمل كل من جاء بعدهم إلى يوم القيامة. نعم. قال: وهذا مذهب عامة المسلمين. ثم فصل. نعم. أن الفعل الماضي يستمر في كل من اتصف به إلى يوم القيامة، وليس هو في قوم مضوا وانقضوا وانتهت أيامهم. نعم.
وقد توعد الله سبحانه هؤلاء المستمتعين الخائضين بقوله أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون، وهذا هو المقصود هنا من هذه الآية. هذا هو النتيجة مما ذكره الله في هذه الآية العظيمة، أن هؤلاء الذين استمتعوا بخلاقهم وخاضوا في عقيدتهم أنهم حبطت أعمالهم، يعني بطلت، أنها بطلت، فلم يكن لهم رصيد من الأعمال في الآخرة لأنهم أبطلوها بهذا الخوض وهذا الاستمتاع. فعلى المسلم أن يحذر من هاتين الخصلتين، الخوض في العقيدة واتباع الشبهات، والخوض في الشهوات واتباع وفعل المحرمات والمعاصي، عليه أن يحذر لئلا يحبط عمله في الآخرة. فالذي يستمتع بخلاقه في الدنيا ويخوض في العقيدة هذا لا يكون له في الآخرة نصيب. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. ثم إن قوله تعالى نوفي إليهم أعمالهم فيها هذا مقيد بالمشيئة، من كان يريد العاجلة تعجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، فهو ما يمكن ما يعطى شيء لا من الدنيا ولا من الآخرة، فيخسر الدنيا والآخرة. فهذا مقيد بقوله لمن نشاء. نعم. قال وهذا هو المقصود من هذه الآية، وهو أن الله قد أخبر أن في هذه الأمة من استمتع بخلاقه كما استمتعت الأمم قبلهم وخاض كالذي خاضوا وذمهم على ذلك وتوعدهم عليه. نعم، هذا مثل قوله صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. فلما كان في الأمم من قبلنا من استمتعوا بخلاقهم أي بنصيبهم من الدنيا وخاضوا في عقيدتهم واتبعوا أهواءهم، فإنه سيكون في هذه الأمة، لأنه خاطب هذه الأمة قال استمتعوا بخلاق فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا. فدل على أن يكون في هذه الأمة من يفعل مثل أفعال الأمم السابقة في فتنة الشهوات وفتنة الشبهات، وهذا خبر معناه التحذير، لأن الله قال أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة، فهذا تحذير من هذا المسلك الخطر. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم خيرا. أيها المستمعون الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله، مع فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لشيخنا ما تكرم به من الشرح والبيان، وشكر لكم حسن استماعكم، ونفعنا وإياكم بما نقول ونسمع، وجعله حجة لنا لا علينا. حتى نلقاكم في الحلقة القادمة إن شاء الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.